خلال أشغال دورته العادية برسم سنة 2022 والتي ترأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة شكيب بن موسى، صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون الساقية الحمراء بسمارة على مخطط التكوين المستمر لسنة 2023 وإحداث بنيات إدارية جديدة ضمن التنظيم الهيكلي للأكاديمية الجهوية. من خلال هذا المجلس الإداري كانت مناسبة من طبيعة الحال لأولا نديروا الحصيلة ديال ما أنجز خلال سنة 2022، وفي نفس الوقت نقدموا برنامج عمل اللي هو واحد البرنامج طموح على كل أقاليم الجهة. زيارة السيد بن موسى إلى مدينة سمارة شكلت أيضاً مناسبة للوقوف على سير مركز الفرصة الثانية للجيل الجديد بالمدينة بهدف إعادة إدماج المستفيدين في التربية النظامية وتعزيز اندماجهم الاجتماعي والمهني. هذا المركز يشكل نموذجاً واعداً لمساعدة الأطفال والشباب الذين لم يلتحقوا بالمدرسة أو الذين لم يتمكنوا من متابعة دراستهم على إعادة بناء مستقبلهم من خلال التعلم واكتساب مهارات وتكوينات في مجالات مختلفة.